السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، وين على بالكم باللي كاين تعميم الحج الجزئي في جميع الولايات، وان كانت من 7 ل 7 تاع الصباح، من 7 تاع العشية ل 7 تاع الصباح، ظل غادي تولي من 3 تاع العشية ل 7 تاع الصباح. وين حاجه مليحه، هذه حاجه مليحه، هذه الناس لما يديروها يديروها من اجل المصلحه تاعنا، من اجل الوقايه. عام غير بشويه 7 3، اي بشويه لازم تقعد في دارك، خاطش هذا الوباء اللي راه ينتشر بقوه راه غير يزيد. راكم تشوفوا الناس اللي تستهزأ. انا شتا لهنا شتا هنا في مستغاليم، الناس عم يدخلوا على 7 تاع العشية ويخرجوا على 7 تاع الصباح. مع في النهار تحسب من 7 تاع الصباح حتى 7 تاع العشية، تحسب باللي كونيكسيون 4G 3G هي يطلقوها لك على 7 تاع العشية. محاسبين باللي كورونا تخرج هذا الوباء يخرج من 7 تاع العشية، يقعد يدور حتى 7 تاع الصباح، يدخل يخلي الناس يخرجوا. يا ودي يا ولا مش كيما هكا، ناس مجمعين قطاقير وحهم دايرين قهاوي بيناتهم قاعدين في الكارتيات من يا ودي لانه الشيطان يا ما هي سهلة. هاك تشوف انت قدامك، هاك تشوف الناس يتموت، هذه مشي معجزة. راك تشوف انت بنادم قدامك يموت، هذه معجزة. هذو سوالع انا نشوفو فيهم قدامنا، هذه لازم لك الحيطة والحذر صاحبي. ها اليوم في ذيك الولاية، غدوة في الولاية بدات في بليدوك، ما صارت تنتشر طاق طاق طاق، ترى كبيرة كاع، بدات بزوج بمرأة وبنتها، حتى راهي فايتة الألف. ها انتوما تيموتوا مليون، كل عائله يموت منها واحد باش تامنوا، اي جاتكم لعبه. كاش منكم تعبوا، راكم تعبوا بالناس اللي يقولوا لكم باللي يا ودي ما كاش منها اصطناعيه ومنا او ملاعبين ماشي اصطناعيه، وما بالك صنعوها في الامريكان ولا على واحد التقرير. انا جريده قريتها صرتهم قال لك الامريكان هي اللي صنعت هذا البريك ولا هذا الصوالح. بصح راه منتشر، راه وباء، لازم تامنوا سي محمد، لازم الحيطه والحذر. الوقايه احسن من العلاج، لازم لك الوقايه احسن من العلاج. دروك كي تروح نتايا تروح تفوت، قلت لك تفوت دراهم اللي تروح تفوت بهم، ولا دراهم ولا قعد لي تقعدوا في السبيطار، قعدوا في دارك، قعدوا في دارك، هي سهله، قعدها في دارك. تخرج تروح تشري في الحال تكون كاينه حاجه تروح تشريها هكا وتعاود تولي، هذه اللي تكون كاينه. هذه اللي تكون كاينه، تروح تشري وتعاود تولي، مش قضيه تاع خاصك خاصتك حاجه ولا حليب ولا حاجه، روح شري وعاود تولي. ماشي قادر لازم تقعد وتشوف الناس والناس يشوفوك كل شيء، ودير على دارك خلي ولادك يشوفوك، خلي وليداتك يشبعوك ويشبع اولادك ويشبع روحك. هذه اللحظه ما تعاودش، هذه اللحظه اللي ما تعاودش تقعد في دارك بالك قيامه. هذه اقعد تصلي يطلب ربي، بنت سيدنا نوح، بنت سيدنا نوح كانت في 400 سنه عايشتها، باباها قاعده قال لها بنتي، قال لها جاي قوم غادي يولي يعيش 50 60 ما يزيدش له ماكسيموم 60، زعما راه كبير صايك 60 عام، راهم يحمولو في الماء، راه شرا الكفن تاعو مخلي 5 ملايين ولا 6 ملايين على جهة، حاطها تاع الكفن تاع موته، يقولك كفني ودفني، راه حاطها دس على جهة، الله اللي موتت فيها 60 عام. قالتلو يا أباتاه لو كان نوصل لذا الوقت، قالتلو نفوتها ركعة من الظهر للعصر، قالتلو كون الحق عليهم تركعها، قالتلهم كلي شغل ركعت من الظهر للعصر. قالت لهم كون الحق عليهم، قالت لهم حياتهم كامله نفوتها في ركعه. اصبر هادخل دارك، هادخل دارك، ولا مي تشوفوا الغاشي يحزروا فيكم تلعبوها، هام يحزروا فيكم. في المغرب الهراوه، في الهند يحار مدينه القلب تاعك يقلعوا لك، فرنسا شنو داروا لهم؟ بروسي، تخرج بروسي، ما يقدروا يخرجوا يحوسوا على الحليب ويحوسوا على السميد ويحوسوا على الفرينه، وراهم يديروا لاشين على الخبز، وراهم يديروا، راهم عندي دي فيديو رسلوهم لي، رسلوهم لنا احبابنا، راهم كاينين دي فيديو.
ونغلط ما تغلطوش روحكم. يجي ولا الفيديو ولا ورا هنا كاين ناس راهم يصوروا يقول لك يا ودي ما يغلطوكمش باللي الناس يدير لاشين على الخبز يجوا يغلطوا فيكم. كاين اللي كاين اللي كاين اللي يحوز يغلط يحوز يحاول كاين اللي مازال يضرب حتى دقيقه تاليه باللي فرنسا هي رسمي فرنسا منا انا راه ندير لكم هاي الاول هاي هاي هابي فرنسا عرفتوها راهم دايرين راهم دايرين لاشين على الخبز هاي الاول راهم دايرين ها راه وين راه خرج الخبز هاكتو هم دايرين لاشين على الخبز سيدي والسيد هذا واحد يخدم في مقازة كبيرة وين شا قال لي قال لي يا ودي قال لي واحد يبغي يخرج قال لي خاطش سميد يبيعو تاع كيلو قال لي يبغي يخرج ثلاثة كيلو ربعة كيلو خمسة كيلو قال لي واحدة نتوما كم عايش كاين اللي عايش في فرنسا يشوف راه عارف شاني هذا واحدة فارينة قابسة واحدة حنا طيبو رابد ربعة فوق كتافه ومين تجي التراويح يصليها قاعد هو رابد ربعة ربعة شكاين فوق كتافه باش نتعلم لها في راسك ايوا ناس تخرج ويعاودو يولو لديارهم عند الحاجة برك وبروسي يقارك فماك فرنسا يقارك فماك فرنسا على بالك بروسيات ما يهدرش معاك ما يهدر معاك ما يهدر تيبا مقلوعة من لابي تيبا مقلوعة نورمال على هذيك نقولو يا ودي هنايا راهم دايرين معانا راهم دايرين معانا نحترمو هذه هي وصحتك ماشي قضية تاع تحترمو ولا يحترمك يا وصحتك هذه حياتك اي في اللعب هذه حياتك اي في اللعب ما تحترموش وما يحترمكش بصح هذه حياتك كيف لا ونعاودوا نولوا ونقرر وزير الاول عبد العزيز جراد توسيع الحجر الجزئي على مستوى كافه الولايات الوطن باستثناء ولايه بليده التي تخضع للحجر الشامل بدايه من 5 ابريل من الساعه 7 صباح الى غايه 7 ليلا كما تقرر تمديد فترة زمنية بالنسبة للولايات التسعة الخاضعة لحجر الجزئي ابتداء من الساعة 3 مساء إلى غاية 7 صباحا وقرر وزير الأول توسيع الحجر الجزئي إلى كافة الولايات الوطن باستثناء ولاية بليدة التي تخضع للحجر الشامل وتضمن قرار تمديد ساعات الحجر المنزلي الجزئي من الساعة 3 مساء إلى الساعة 7 صباح وفي ولايات الجزائر العاصمة وهران بجاية سطيف تيزي وزو تيبازا تيليمسان أندية عين الدفلة ويبدأ تطبيق إجراء ابتداء من غد إن شاء الله الحد 5 أبريل إلى 19 أبريل الصبرو سبحان الله شعب مازال 14 يوم الصبرو صعيك شنديرو حاجة غادي هذه فايدة ليك فايدة لوليداتك فايدة حافظ على ولادك ما تكونش نتايا متسبب فيها لك عائلة كومبلي حافظوا صبروا وودع صبروا شوية من نعد عاقل نعقل على روحي أنايا هايم غير برا من نعقل على روحي بالك نديرها بالك من 2000 لليوم 2000 بالك راني فاطر إيه الفطورة في دارنا بالك راني فاطر واحد الحاجة تاع ربعين خطرة 20 عام راني فاطر في دارنا واحد ربعين خطرة فطورة راني فاطر واحد ربعين خطرة برك هذا مكان ربعين 45 خطرة برك إيه باش ندخلكم لا فريسانكم نهار اللي يشوفوني دخلت نفطر ما يأمنوش جيت تفطر ما يأمنوش خرج نخرج من الصباح ما نوليش حتى العشية حتى الليل ها صبروا نتوما صبروا الحمد لله يا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي وفقنا على الطريق الصحيح يا ربي وفقنا على الطريق الصحيح يا ربي يا ربي وفقنا على الطريق الصحيح يا ربي يا ربي وفقنا على الطريق الصحيح يا ربي لا اله الا الله لا اله الا الله الا انت سبحانك يا ربي اني كنت لا اله الا الله وحدك لا اله الا الله وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله يا ربي يا ربي لا اله الا الله
اللهم لك الملك ولك الحمد ولك الحمد وانت عرش القدير. يا رب يا رب وفقنا على الطريق الصحيح. اللهم ارفع علينا يا رب العرش العظيم. اللهم اشفينا واشفي المسلمين يا رب. اللهم اشفينا واشفي المسلمين يا رب. امين اللهم امين يا رب العرش العظيم.